السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. حياكم الله. رغم مرور 32 سنة على ذكرى الانتفاضة الشعبانية التي أطلقها أبناء الشعب العراقي حين وجد الظلم والاستبداد من الحكم القائم آنذاك بعد عدة حروب خاضها الدكتاتور الحاكم لم يأبه بها للخسائر المادية وفقد العديد من أبناء البلد، اصطدم العراقيون بصخرة تكميم الأفواه وتقييد الحريات حتى انتفض من ذاته على تعسف الحاكم رغم قلة العدة والعدد مقابل طائرات وصواريخ السلطة. تخللت الانتفاضة عدة أهداف لرفع الحيف عن الشعب والخروج من سيطرة الاستبداد لتبقى راسخة إلى الآن شرارة وجرح في قلوب العراقيين لن يندمل. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة الحصاد هذه الليلة، فبعد أن سخر الكيان كل أدواته لحرق الدول الإسلامية، ها هو يكوى بذات النار التي أشعلها، مؤشرات متنامية عن صراعات داخلية وانقسام حاد وحرب أهلية بعد تظاهرات قام بها الآلاف ضد حكومة نتنياهو وسياسته الرامية عبر خطته الوزارية إلى حد كبير من قوة المنظومة القضائية والقانونية، واللي جاءت استجابة لدعوة مؤسسات المجتمع المدني والحركات السياسية والاجتماعية بمختلف مشاربها، ليصل الأمر حد كيل الاتهامات من حكومة الكيان للمتظاهرين ومن يقف خلفهم ويتوعد منظميها، ليرتفع سقف المطالبات إلى إسقاط الحكومة والدعوة لعصيان مدني. هاي ملفات مشاهدي الأحبة راح نتابعها ضمن حصادنا لهذه الليلة، تتفضلون بقاء ويانا ومتابعتنا. الانتفاضة الشعبانية ثورة عريقة تمد العراقيين بالحياة لبقائه على قيد الشرف والكرامة. أراد النظام إذلاله فأبى أبناؤه، وحاول الطغاة طمس آثاره فانتفض الشعب رافضا ليغير خطط من أراد للعراق أن يبقى في طامورة الظلام. خلونا مشاهدي الأحبة نفتح هذا الملف ونناقش مع ضيوفنا الكرام، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميلة نوح الشمري. الشعب ينتفض ضد النظام، ثورة شعبية كانت ركائزها الأساسية الشجاعة والتحرر من ظلم الطاغي. في عام 1991 شباب كربلائي كسر حاجز الخوف من دكتاتورية النظام، واستطاعوا تغيير خطط صناع القرار المستبدين بتسلطهم على رقاب الناس. لقد أوغلت أيادي صدام حسين بدماء الأبرياء المنتفضين لتصل رسالة للعالم عن مدى هشاشة النظام آنذاك القائم على الظلم والقتل بأدوات القمع المتمثلة بجلاوزته والطائرات والأسلحة. الانتفاضة الشعبانية اللي فقد بها النظام سيطرته على الحكم، وانتفضت الجماهير لأنه شافت أكو فراغ أمني، فانتفضت الشعب انتفض أوتوماتيكي من داخل قلبه. ففي الذكرى 22 يقيم المجلس الأعلى الإسلامي ندوة حوارية للتباحث في عوامل قيام وإنهاء امتداد الانتفاضة، وتخليدا لذكرها وترسيخا في أذهان الشعب المضحي، لئلا يتجرأ الطغاة بتهميش دور العراقيين بإسقاط النظام ورفض سياسته القمعية. فهذه الثورة تركت آثارها النهضوية والثورية في نفوس أبناء البلد إلى يومنا هذا، لتكون جذوة انطلاق شرارة الرفض وعدم الانصياع الحكام. أن هذا الشعب العراقي أثبت للعالم أنه شعب حي ولا يمكن أن يقبل بالظلم مهما كان نوع الظلم المسلط عليه، ولذلك نراه أنه حينما انتفض هذه الانتفاضة كان لها أثر كبير بالنسبة للتاريخ السياسي للشعب العراقي. أدت هذه العملية إلى أن يكون هذا الشعب رمز من رموز الثورات في المنطقة. انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان مارسها النظام الحاكم خلال تصديه للانتفاضة الشعبانية وقمعها، حيث زهقت الكثير من الأرواح ودمرت الممتلكات العامة، إضافة إلى التعدي على المقدسات في كربلاء. فلم تكن هذه الانتفاضة تقتصر على كربلاء والنجف، بل امتدت
لتشمل جميع محافظات الجنوب. رغم مرور عقود عليها، إحياء الانتفاضة الشعبانية يمثل إحياء للروح الثورية في نفوس العراقيين، فهي صرخة حق بوجه الظلم والباطل لتبقى شاهدا تاريخيا شاخصا في أذهان الأجيال. نهى الشمري، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الاحبة، ارحب بضيفي الكريمين الدكتور هاشم الكندي رئيس مجموعة النبا للدراسات، وكذلك الاستاذ ابو ياسر القريشي عضو الهيئة العامة للمجلس الاعلى الاسلامي العراقي، ضيوفا كراما في الاستوديو. حياكم الله ضيوف الكرام. ابدا مع حضرتك دكتور هاشم الكندي، نتحدث عن الانتفاضة الشعبانية، السنين تتوالى على ذكراها ولكنها بقيت خالدة في الذاكرة العراقية كونها تعبر عن مضامين كسر قيود التي فرضها النظام على الحرية وتكميم الأفواه، ومن ثم خرج الشعب بأجمعه منتفضا على هذه السياسات. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم أستاذ أحمد، لضيوفك الكرام، لمشاهديكم وملاكاتكم. الانتفاضة الشعبانية هي بحق ثورة شعبية كبرى، وفي هذا العام لربما تزامنها بالتوقيتين بالتاريخين الميلادي والهجري هي تصادف في شعبان وأيضا في شهر آذار. هذه الثورة الشعبية فضحت النظام المقبور، فضحت ممارسات الدكتاتورية، وفضحت بأنه لم يكن نظاما حاكما بقدر ما كان نظاما مسلطا من قبل الدول الاستكبارية لتنفيذ مخططاتها، وحتى لو كان الثمن هو قمع وقتل الشعب العراقي بنزوات وبمراهقات سياسية وبحروب عدوانية، كما حصل بالعدوان على الجمهورية الإسلامية وكما حصل بالعدوان على الكويت. وفي هذه الثورة الشعبانية أيضا افتضحت الشعارات التي كانت تطلقها بعض الدول، وافتضح بأنها لا تنظر إلى الشعوب بمعيار الحرية والديمقراطية وإنما تنظر إلى مصالحها. عندما وقفت أمريكا التي أخرجت صدام من الكويت ورفضت أن تكون لها موقفا حتى حياديا من ثورة الشعب العراقي، بل سمحت لصدام باستخدام الطائرات المروحية والمدرعات والصواريخ لقمع ثورة الشعب العراقي، ووصل الأمر إلى ضرب المدنيين في بيوتهم وحتى في المدن المقدسة. وأيضا التصريح الذي خرج في حينها من شوارزكوف بأننا نؤيد عدوا نعرفه عن عدو لا نعرفه كان السبب في أن تقمع الانتفاضة الشعبانية بأوسع وأكبر قمع لم يشهد التاريخ، ولم يشهد التاريخ مقابر جماعية ضمت أكثر من 500 ألف من العراقيين، اكتشف الجزء الأكبر منها، ولربما هنالك لا زال الآلاف من المغيبين لم تعرف رفاتهم في المقابر الجماعية لغاية الآن. الانتفاضة الشعبانية بكونها الثورة الشعبية الكبرى للشعب العراقي نستذكرها ونستذكرها الجميع، ولكن لازلنا نحتاج إلى استكثار وزيادة في الاستذكار، على اعتبار أنها واحدة من أبرز وأنصع ثورات الشعب العراقي، وأيضا نحتاج أن نخلد ونستذكر شهدائها وإنصافا وجزاء
ووفاء لهم، وأيضا لأن هذه الثورة الشعبية ظلمت كثيرا في فترة الدكتاتورية، ولربما أيضا لا زالت هي مظلومة بمقدار الوفاء لها وذكر دروسها وعبرها وملامحها التاريخية للمستقبل. مع تغير النظم السياسية أستاذ أبو ياسر حياك الله مجددا، نتحدث لربما شباب اليوم ينظر إلى الثورات بأنها أمر طبيعي، ولكن لما نرجع في القرن الماضي بطبيعة الحال لم يكن الأمر متاح لدى العراقيين للقيام بأي ثورة ضد نظام الطاغية، إذا ما أخذنا أيضا بنظر الاعتبار بعض الأحداث الإقليمية اللي ارتبطت باجتياح القوات العراقية لدولة الكويت، وهذه السلطة العسكرية الحاكمة الدكتاتورية للشعب والتي فرضت الكثير من القيود، لم تكن من السهل خروج أي انتفاضة أو أي ثورة على ذلك النظام. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أستاذ أحمد وحيا الله ضيفك الكريم وأخوة المشاهدين الكرام. الحقيقة الانتفاضة الشعبانية المباركة أتت في هذا الشهر المبارك شهر شعبان، وفي نفس هذا الشهر أيضا كانت هنالك ثورة العشرين، ثورة العشائر التي قامت بها وبتأييد المرجعية العليا في النجف الأشرف، وكذلك الفتوى المباركة في الوقت ضد داعش. أيضا هذه المناسبات المباركة جاءت في هذا الشهر المبارك شهر شعبان. كما تعلمون الانتفاضة الشعبانية بدأت بالواقع هي في الأهوار، بدأ الأخوة المجاهدين في الأهوار في ناحية الفهود وفي كرمة بن سعيد وسوق الشيوخ يوم 14 شهر شعبان، وكانت تأتينا التقارير عن هنالك وضع خطة لهذه الانتفاضة الشعبانية وضعها الأخوة المجاهدين في الأهوار. وفي اليوم التالي يوم 15 هي أيضا بدأت في البصرة وانسحبت إلى العمارة وإلى بقية المحافظات في الفرات الأوسط وفي محافظة واصل. طيب. الحقيقة الأمريكان كان ضمن خطتهم أنه يستمرون في تقدمهم العسكري بعد ما انهزم صدام وجيوشه من الكويت أثر الضربات الجوية، لكن من بعد ما واجهوا الانتفاضة مثل ما تفضل الدكتور أنه عدو يعرفونه خير من عدو يتشلونه، فكان المشروع الأمريكي لا يسمح بإقامة هكذا ثورة وبهكذا انتفاضة الشعب العراقي، وكبح هذه الانتفاضة بواسطة سمح لنظام صدام في خيمة صفان باستخدام طائرات الهليكوبتر، والحقيقة مورست أيضا بالإضافة لاستخدام قواته البرية والدبابات والمدرعات ضد أبناء شعبنا العراقي الأعزل، وكانت هتافات المنتفضين والثوار كلها هي مؤيدة للمرجعية العليا، وكانت أيضا تنادي بتحرير الشعب العراقي كونه في تلك اللحظات الشعب العراقي استحضر الظلم والاستبداد والسجون والإعدامات والمقابر الجماعية وحرب الثمان سنوات، وأيضا كان هنالك أيضا وضع مؤسف في وضع الخدمات ووضع البنى التحتية وأزمة الكهرباء والماء وإلى آخره، كلها استحضرها الشعب العراقي وانتفض ضد الظلم والاستبداد، وانسحبت الانتفاضة كما ذكرت إلى النجف وإلى كربلاء المقدسة، وحتى وجه الثوار في الأصحن المباركة المقدسة
للعتبات المقدسة بهجوم جلاوزة البعث، نعم. وأيضا بقيادة حسين كامل طبعا، وكان حسين كامل يطلق على نفسه بأنه الإمام الحسين، اسمه حسين وأنا حسين، واستهدف العتبات المقدسة بالطائرات والمدفعية ومختلف الأسلحة للقضاء على الثوار الذين لادوا في الأصحن المقدسة. طيب، كل هذه الإمكانات اللي استخدمها النظام السابق دكتور هاشم، بالإضافة إلى المحظورات الدولية وغياب الممكنات للشعب، لكن انطلقت الانتفاضة وبطبيعة الحال لم يعد ممكن استمرار تحمل العراقيين لممارسات أعتى طاغية وأشرس ماكنة عسكرية. فبالفعل كما نوه الأستاذ أبو ياسر، انطلقت من الهور ولم تتوقف عند العتبات المقدسة رغم شدة وبشاعة ردات الفعل التي قام بها النظام. الانتفاضات والثورات ضد النظام المقبول، لعلنا نستذكر مجموعة من الانتفاضات، انتفاضة الصفر، أيضا الانتفاضات الأخرى التي جرت، قد تعد كلها ردود فعل لممارسات في حينها من قبل النظام المقبول بالدكتاتورية والاستبداد. الذي يميز الانتفاضة الشعبانية كثورة شعبية أنها كانت فعلا محركا وأيضا فاضحا وكاشفا لهزالة النظام البعثي الصدامي الشوفيني، حيث انهارت منظومته الحزبية من البعثيين الصداميين وأجهزته القمعية خلال ساعات لم تواجه، انهارت بشكل كامل، ومثلت الانتفاضة الشعبانية كسر هذا الطوق أو هذه الذي التصور الذي كان يطلقه النظام المقبول بأنه ماسك بقبضة من حديد وأن الأجهزة الأمنية متحكمة وتعلم كل شيء. وحتى ما حصل بعد ذلك، بعد أن انتهت الانتفاضة الشعبانية قبل النهاية، يعني كان هنالك، اسمح لي دكتور هاشم، نركز على الانتفاضة الشعبانية، ورغم ما لاقته من ردود عنيفة بسبب المساندة الدولية اللي كان يحظى بها النظام آنذاك، إلا أنها أسست لشراسة، شراسة نظام دكتاتوري وزمرته الطاغية. أيضا هنا الجانب الدولي كان مع النظام للأسف. للتأكيد هو ليس الجانب الدولي، حتى للتشخيص وللتاريخ، كانت أمريكا التي تتواجد بقوات مسلحة على الأرض هي التي أعطت الموافقة لصدام بالقمع واستخدام كل الأسلحة حتى المحرمة منها، منها الكيميائية، وكذلك الأنظمة الخليجية السعودية والكويت تحديدا التي سمحت بقمع الانتفاضة بأهداف ودوافع طائفية، هذه أمور تاريخية لا بد أن تثبت. وغير هذين الأمرين ما كان للانتفاضة أن تتوقف، وكان أن تتصل وتستمر. وتعرفون أنه أكثر من 14 محافظة امتدت لها الثورة الشعبية وهزم بها، بل هنالك أخبار كانت تقول بأن صدام وجلاوزته وحاشيته هربوا نحو الحدود الأردنية وتلقوا إشارات بالعودة إلى بغداد من الأمريكان ومن بعض الدول الخليجية لقمع الانتفاضة، لأنهم يريدون نظاما مهزوزا مهزوما تابعا يكون قمعه وشره على الشعب العراقي فقط. وهذا ما تحقق بعد ذلك إلى أن استبدلوه وأنهوه في 9/4/2003. فبالتالي هذه الانتفاضة الشعبانية نعم وجهت بتعتيم إعلامي وبنكران سياسي، للأسف لم تدعم ولم تتضح حتى ملامح الظلم في هذه الانتفاضة. أنا ذكرت بأن العدد الأكبر من المقابر الجماعية ومن الضحايا على مر التاريخ حدث ضد الانتفاضة الشعبانية، وللأسف لم تطرح بالشكل المطلوب ولا زالت، والأهداف والدوافع معروفة. هنالك من ينظر إلى الثورة العراقية الكبرى الانتفاضة الشعبانية نظرة طائفية، وهنالك من ينظر لها لربما نظرة عنصرية، ولهذا وجهت بهذا التعتيم والتكميم طيلة هذه العقود الثلاثة وأكثر.
طيب، يعني يشير الدكتور الكندي أستاذ أبو ياسر إلى هذه البشاعة والمقابر الجماعية، يعني 100,000 شخص لقوا حتفهم في جرائم القتل الانتقامية بين شهر آذار وأيلول من عام 1991، وقصف الأضرحة المقدسة اللي أشرت لحضرتك، تدمير قرى، تجفيف أهوار، وأمام كل هذه الجرائم لم يبدي المجتمع الدولي إلا دعما لنظام صدام. كيف تنظر إلى هذه الانتفاضة اللي أسست إلى رؤية بأن أثارت انتباه العالم بأن المعارضة العراقية لديها مواقف ولديها مظلومية؟ بالتأكيد الانتفاضة الشعبانية كما ذكر جناب الأخ الدكتور الكندي لم تكن عنصرية ولم تكن طائفية، بحيث تزامنت، وأنا شخصيا اشتركت في الأهوار في جنوب العراق، و أيضا التحقت مرة أخرى إلى الشمال إلى محافظة السليمانية، وفي خانقين كان هنالك موقف، وكانت مواقف كثيرة أن في خضم الانتفاضة الشعبانية. الانتفاضة الشعبانية انطلقت في 91 في شهر شعبان يوم 14 شعبان، وكذلك انطلقت في المحافظات الشمالية، فهي مثل المجلس الأعلى دائبة على إحياء هذه المناسبة، وفي كل عام يعطيها شعار معين، وفي هذا العام أعطى المجلس الأعلى شعاره أو أطلق شعاره كرامة الشعب وهوية الدولة. الانتفاضة الشعبانية كانت لكل الشعب العراقي، جميع أبناء الشعب العراقي اشتركوا في الشمال، المحافظات الشمالية حرروا المحافظات، تحررت المحافظات، يعني الثوار حرروا تلك المحافظات، ولم يسمح المشروع الأمريكي بتقدم دبابة واحدة إلى ثوار تلك المحافظات ولا طائرة عمودية، لكنه في الجنوب قمع الثوار وقمع الانتفاضة. طبعا حاول أن يقمع هذه الانتفاضة لكنه استمرت، وبعد انتهاء الانتفاضة في موسمها وفي شهرها استمرت مقرات المجاهدين، الأخوة المجاهدين استمروا في إنشاء مقرات تلو المقرات، انتقلوا من الهور إلى الجزيرة، وكل هذه كانت في قيادة وتخطيط شهيد المحراب، وكنا ميدانيا ننقل تقارير عن هذه المقرات سواء في الأهوار أو في الجزيرة. اتسع نطاق العمل، شمل الجزيرة، وانتقلنا في مرحلة متقدمة جدا في إنشاء مقرات حتى في بغداد وفي كربلاء والنجف عن الفرات الأوسط. والحمد لله والشكر استطاع الشعب العراقي أن يقاوم بكل بسالة أزلام حزب البعث المقبور. دكتور هاشم، يعني نتحدث أيضا عن المعايير الإنسانية، المضامين الإنسانية والمضامين العسكرية، لربما بالمضامين العسكرية لم يكتب النجاح لهذه الانتفاضة، ولكن على المستوى الإنساني، على مستوى إثبات الوجود، المعارضة العراقية آنذاك أثبتت وجودها وعكست هذه الصورة لأبناء البلد وللمجتمع الدولي. كيف تنظر إلى هذه المقاربات؟ نعم، الانتفاضة الشعبانية الثورة كانت بلا تكافؤ عسكري، تعرفون حتى الأسلحة التي استخدمت في حينها هي الأسلحة التي استولى عليها المنتفضون وبعد ذلك المجاهدون الذين التحقوا بهم ومعهم، من الأسلحة التي تركها أزلام صدام والبعض من أماكن أجهزة القمعية في أبنيتها، لكن النظام لم يترك شيئا لم يفعله، لم يراعي لا حرمة إنسانية لا حرمة أخلاقية ولا أي معايير في هذا الجانب، لكن الانتفاضة أثبتت بأن هنالك رفضا شعبيا كاملا وعارما ضد هذا النظام الدكتاتوري، وأيضا هي أولدت وأنتجت المقاومة الحقيقية الواسعة والرفض الشعبي لهذا النظام الذي بعد ذلك لم يكن هو مسيطرا في أغلب محافظات الوسط والجنوب،
ومن عاش تلك الأيام يتذكر بأن النظام بأجهزته القمعية لم يكن يسيطر على المدن الرئيسية والشوارع الرئيسية إلا في فترات النهار، في فترات الليل، وفي أغلب الأحيان كانت السيطرة للمجاهدين ولأبناء هذه المناطق. وحتى هنالك كان مناطق كثيرة النظام لم يكن يصل لها، بل حتى كل ما ظهر بعد ذلك من حركات رفض للنظام والانهيار الحقيقي للنظام الذي أنخر بصورة كاملة وبان هزاله وضعفه، وحتى المعارضة التي كانت تصدر بالمعارضة الشفاهية بالكلام هو الذي أوصل النظام إلى السقوط الكامل. أمريكا لم تسقط نظاما قويا، أمريكا أسقطت نظاما هو ساقط بفعل المقاومة وفعل رفض الشعب العراقي له، ولهذا عزل بصورة كاملة. وعندما دخلت أمريكا الشعب العراقي عندما قاوم أوقف الأمريكان، لكن صدام ومنظومته لم يقاتل الأمريكان أي شخص منهم وانهزموا جميعا، ولهذا دخلت أمريكا أشبه بالنزهة ولم يقاتل لا قائد من قرب من صدام ولا عضو في حزب البعث الفاشي. طيب. وبالتالي هذه واحدة من دلائل الدروس الكبيرة للانتفاضة الشعبانية التي زرعت روح المقاومة ورفض للدكتاتورية والظلم لدى العراقيين. طيب. وأوصلتهم إلى ما نحن فيه اليوم الذي استطعنا فيه وانتصدنا بأن نطرد احتلالا ونهزم تنظيما إرهابيا كتنظيم داعش أيضا أوجده الاستكبار العالمي. هذه كله بفضل هذه الروح الجهادية. طيب. الروح المقاومة، هذه الروح المقاومة بدت عند الشعب العراقي دكتور الثورة الشعبية في الانتفاضة الشعبانية. نعم. ولكن أستاذ أبو ياسر، يعني الشعب العراقي لما خرج بأجمعه لمناصرة ومؤازرة الانتفاضة الشعبانية لابد وأن نشير ونشيد بدور القادة أمثال شهيد المحراب ورئيس المجلس الأعلى للإسلام العراقي الشيخ الدكتور همام حمودي. حقيقة جميع الأخوة المجاهدين أنا أعرفهم جميعا، وكنا في الأهوار وكنا نتجول ونتزاور ونتعاضد بعضنا للبعض، الكل يجمع على قيادة شهيد المحراب. جميع الأخوة المجاهدين مجاهدي الأهوار يجمعون على هذا الدور الكبير، وكانت هنالك زيارات للسيد رئيس المجلس الأعلى الدكتور همام حمودي إلى مقرات الأهوار، وكانت هنالك إلى زيارات إلى عزيز العراق. لم نترك شعبنا العراقي يوما واحدا وحده قبل الانتفاضة وأثناء الانتفاضة وبعد الانتفاضة. نحن جميعا كنا الشعب العراقي مع الشعب العراقي، كنا مقاومين في زمن النظام، في زمن المعادلة الظالمة التي حكمت العراق. استطاع الشعب العراقي من خلال الانتفاضة الشعبانية أن يكسر هذه المعادلة، وانكسرت وإلى الأبد. المعادلة الظالمة هي التي كسرت النظام بسواعد أبناء الشعب العراقي، سواء قبل الانتفاضة وتكللت هذه الجهود في الانتفاضة الشعبانية وما بعد الانتفاضة وليومنا الحاضر. لولا الشعب العراقي لما خرج الأمريكان مهزومين من قواعدهم التي أوجدوها في العراق. الشعب العراقي إذا أراد أن يفعل شيء يفعله، وحقيقة المجلس الأعلى كان له دور رائد وريادي في قيادة الثوار الذين تصدوا للنظام آنذاك. أنا أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أبو ياسر القريشي عضو الهيئة العامة للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي على هذه الإثراءات، وكذلك الشكر الجزيل للدكتور هاشم الكندي رئيس مجموعة النبأ للدراسات. ونتواصل معكم مشاهدي الأحبة في الملف الآخر نتابع.
حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة، أرحب بضيفي الكريمين الدكتور خالد عبد الإله عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية. أهلا بك دكتور ضيفا كريما في الأستوديو، حياك الله. وكذلك ينضم معي عبر سكايب الدكتور حسام الدجني أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة، حياك الله دكتور حسام. أبدأ مع حضرتك دكتور خالد، لما نتحدث عن أعمال العنف القوية بين المحافظين والمتدينين وجماعة قوس قزح والليبراليين وبين يهود الفلاشة وأفريقيا ويهود أوروبا، ملامح صدامات قوية تلوح بحدوث حرب أهلية في إسرائيل، كيف تنظر إلى هذه الأحداث العاصفة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك أستاذ أحمد والضيف العزيز والجميع مشاهدي قناة الأيام، وشكرا لهذا الاستضافة. بالتأكيد هذه لأول مرة منذ 10 سنوات تحدث مثل هذه التظاهرات في الكيان الصهيوني. قوام هذه التظاهرات هو فيما يتعلق بالحكومة ما بين اليمين الإسرائيلي واليمين المتطرف التي شكلت حكومة نتنياهو، والتي وصفت في إطار إجراءات وزير العدل ليفين عندما دعا إلى أن يكون هنالك إجراءات سياسية أو أن يكون لدور السياسيين الكنيسة في داخل الكنيسة دور كبير جدا في عملية تعيين القضاء، التي فسرت بأنه قفز على الديمقراطية والقضاء على مسلمات أو طبيعة الديمقراطية في الكيان الصهيوني. هذا الأمر ولد أيضا الاحتقان الداخلي في داخل إسرائيل، وبالتأكيد ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، توسيع المستوطنات ليس فقط في إطار هذا الأمر، وإنما حتى رئيسة المحكمة الدستورية في الكيان الصهيوني أستر تحدثت بشكل واضح بأن هذا الأمر مثلبة فيما يتعلق بجوهر تأسيس الكيان الصهيوني الذي تأسس على معيار الديمقراطية عام 1948. لذلك هذه التظاهرات تظاهرات حاسمة كانت قوية جدا، لا تتحدث فقط عن تلك القضايا وإنما قد حركت كل القضايا الداخلية التي فيها صراعات والتي فيها أيضا تفهم بأنه ظلم فيما يتعلق بمجاميع أيضا من اليهود الذين يرفضون سياسات حكومة اليمين برئاسة نتنياهو. من ناحية أخرى أيضا هنالك معيار أساسي تحدث عنه نتنياهو، بأن طالما نحن عندما كنا في المعارضة لم ندعو إلى حرب أهلية أو أضرار الدولة، وبالتأكيد على اليوم المعارضة أن تحترم هذه الخيارات فيما يتعلق برؤية الحكومة، وكأنما أن هذا الأمر يعود من المسلمات أو من البرنامج الذي صوت عليه الناخبين في الكيان الصهيوني. لذلك نتوقع هذه التظاهرات تظاهرات جمة، تظاهرات ولدت وحركت الكثير من القضايا الداخلية، وحتى هنالك جهات ومجاميع يهودية أيضا رافضة لعملية التوسع في إطار بناء المستوطنات انتمت إلى هذه التظاهرات، وكأنما هي ليست وليدة اللحظة وإنما وليدة لقضايا داخلية وإشكالات داخلية عزفت على أوتارها حكومة اليمين المتطرف برئاسة نتنياهو. طيب دكتور، دعني أنتقل إلى الدكتور حسام الدجني. دكتور حسام حياك الله مجددا، يتحدث ضيف الكريم الدكتور خالد عبد الإله عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية عن كل هذه العوامل التي دعت إلى قيام هذه التظاهرات، وأسأل حضرتك من أن التظاهرات هي بطبيعتها رد قوي ضد حكومة نتنياهو من جهة، ومن جهة أخرى التظاهرات هي غير راغبة في التصعيد الصهيوني والاستبداد والقهر ضد الفلسطينيين، كيف تنظر إلى هاتين المساحتين؟ يعني عندما أول شيء مساء الخير لك ولكافة المشاهدين، عندما نتحدث عن دولة الاحتلال الإسرائيلي هذا الكيان يقوم على عمودين أو ركيزتين أساسيتين ربما هما سر البقاء، وكل المفكرين والنخب الإسرائيلية تنطلق في تفكيكها للمشهد انطلاقا من تلك الركيزتين، وهما الأمن والشرعية. إسرائيل تعاني من عقدة الأمن والإشكاليات الأمنية سواء المترتبة على المستوى الداخلي في داخل دولة الكيان، وهذا ما نتحدث عنه في هذه المظاهرات، أو المترتبة نتاج أعمال المقاومة الفلسطينية، أو المتعلقة بالفضاء الأوسع الإقليمي والدولي والتهديدات التي ترى إسرائيل في برنامج إيران النووي، أو ترى إسرائيل أن حزب الله أو أن سيناء وداعش وغير ذلك، كل هذه العوامل التي ترى إسرائيل أنها ربما تشكل تهديد لأمنها ولحدودها. لذلك عندما نتكلم عن عمود الأمن في هذه المظاهرات وعمود الشرعية أيضا، أن ما يقوم به نتنياهو من تشكيل هذه الحكومة الفاشية، هذا المصطلح بتنا نسمعه حتى من أوساط النخب الصهيونية أن هذه الحكومة هي فاشية،
أي في نظر العالم، وكلنا تابع تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب يوم أمس عندما قال عن سموتريش وزير المالية وتصريحاته بمحو حوارة أنه غبي، وأنه لو كان محو بالطائرة لألقاه من الطائرة. هذه عقدة الشرعية التي تعاني منها إسرائيل نتاج أفعال تلك الحكومة التي انطلقت من برنامج يخالف المنطق ويخالف القانون الدولي ويخالف قرارات الشرعية الدولية. لذلك التظاهرات انطلقت من عدة أسباب. أولى هذه الأسباب هو ما يعرف بالانقلاب القضائي، أي أن نتنياهو يريد أن يضمن أن لا يحاكم في المستقبل هو وأريد درعي بعض مركبات هذه الحكومة زعيم حزب شاس من خلال تعديل في صلاحية المحكمة العليا. هذا بالتأكيد تراه أوساط المعارضة وباقي النخب الإسرائيلية أنه مساس بعمود الشرعية. ما هي تداعيات هذه الخطوة؟ المظاهرات بدأت يمكن بعشرين ألف أو ثلاثين ألف، وصلت إلى 150 ومئة وسبعين ألف. هذا يقرأه أو ألقى بتداعياته ليس فقط على المعارضة الإسرائيلية، بل وصل إلى مستويات أكثر خطورة. وهنا يجب أن نركز إلى كل الرأي العام الدولي والعربي أن الآن دخل على خط المعارضة وعلى خط المواجهات والمظاهرات الجيش الإسرائيلي. أقطاب من الجيش الإسرائيلي بدأت تشهد انقسامات في داخل مكوناتها، حتى وإن كان في المرحلة الأولى من قوات الاحتياط، فهذا بالتأكيد مؤشر خطير يضرب في عمود الأمن الذي تحدثنا عنه. أيضا انتقلت إلى أرباب العمل، رجال الأعمال. هناك الظاهر الآن في إسرائيل تحويل سحب الأموال من البنك المركزي ومن البنوك الإسرائيلية إلى الخارج، وهذا يؤثر على الورقة الاقتصادية التي تضرب في عضد دولة الكيان. وربما لو عدنا إلى تصريح إيهود براك، وإيهود براك هو رئيس وزراء سابق، وزير دفاع سابق، رئيس أركان سابق، تلخص المشهد بقوله أن إسرائيل تعيش مرحلة حاسمة في وجودها، أي أن ما يحصل في إسرائيل هو تهديد وجودي وليس فقط أعمال عنف هنا وهناك، سواء من طرف الداخل الإسرائيلي أو حتى من طرف المقاومة الفلسطينية أو التهديدات الخارجية. لكن الآن في عضد دولة الاحتلال، ربما سألت الأستاذ الدكتور طرفك عندما تحدثت عن المجتمع الإسرائيلي، أستطيع أن أصف المجتمع الإسرائيلي عبارة عن فسيفساء متناقضة غير متجانسة. حتى الوزراء في إسرائيل لا يجيدوا لغة واحدة، ليبرمان لا يجيد اللغة العبرية، هو يتكلم عبرية مكسرة. وبذلك نحن نتحدث عن واقع هش بحاجة إلى توظيفه واستثماره من قبل كل العمق العربي والإسلامي وكل مؤيدي القضية الفلسطينية. طيب دكتور خالد عبد الإله، نتحدث عن هذه التظاهرات، لو قارناها بالتظاهرات التي خرجت بعموم الشرق الأوسط نجد بأنها كانت إحدى محركاتها تل أبيب، لما تكون هناك تظاهرات عن المثلية، تظاهرات لخلع الحجاب، تظاهرات ضد أنظمة معينة، ولكن عندما تكون هذه التظاهرات هي ارتدادية في عقر دار إسرائيل، كيف تنظر إلى هذه الارتدادات؟ يعني بالتأكيد هنا نتحدث عن القضايا الداخلية الخلافية، سواء كان من مكونات المجتمع في الكيان الصهيوني من ناحية، أو فيما يتعلق بالقضايا السلام والاستقرار الذي دائما تتحدث عنها الولايات المتحدة واللجنة الرباعية بين إسرائيل من ناحية والقضية الفلسطينية فيما يتعلق بالأرض مقابل السلام. صح، مفهوم الأرض مقابل السلام تحولت منذ سبعينيات القرن الماضي بعد اتفاق كام ديفيد مع مصر، ومن ثم تحولت في تسعينيات القرن الماضي إلى الأرض مقابل الاقتصاد بحكومة شيمون بيريز، ثم انتقلت في عهد ترامب إلى الأرض مقابل الاقتصاد، وكانوا يتحدثون عن مساعدة الفلسطينيين ومصر وإلى آخره من تداعيات اللي طرحها ترامب في ذلك الوقت. أنا أتوقع هذه المشكلة، مشكلة عدم الاستقرار والخشية والخوف وعدم الوصول إلى السلام المطلق الذي دائما كانوا يتحدثون عنه فيما يتعلق بفرضيات الخوف من الجيران ومن العرب بالتحديد، هي التي ولدت اليوم شعور الانتكاس في إطار القضايا الاقتصادية التي عصفت باقتصاد الكيان الصهيوني بعد جائحة كورونا من ناحية. لذلك دائما نتنياهو لا يركز فقط على القضايا الداخلية، وإنما يريد أن يقفز عن هذه الحقائق الموجودة وعن السلبيات الموجودة في داخل المجتمع في الكيان الصهيوني، وما حدث من حوادث في داخل الحزام الأخضر وقيام الفلسطينيين بعمليات انتحارية إن صح لنا التعبير تجاه ما يحدث من عمليات استهداف ممنهج
وقتل ممنهجيها الفلسطيني من أحداث الشيخ جراح وصولا إلى ما حدث في نابلس وفي الأراضي في الضفة الغربية وصولا إلى التوسع في بناء المستوطنات. اليوم نتنياهو لا يريد أن ينظر لهذه القضايا التي انعكست سلبا. اليوم يتحدث عن الملف النووي مع بين إيران ومجموعة 4+1، يتحدث عن خطورة امتلاك إيران، يتحدث أو الكيان الصهيوني كان يتحدث بأن الخطر الذي يواجه هو يجب أن يكون يحجم ويجب أن يضع له حدود، هو ليس في إطار الصراع العربي الصهيوني وإنما العربي الإيراني، وهذا ما كان مؤدلج بعد اتفاق تموز من عام 2015. واليوم أيضا تل أبيب تستضيف اجتماع عسكري ما بين رئيس أركان الجيش الأمريكي ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، بمعنى دائما نتنياهو يحاول أن يقصف من الحقائق ومن المشاكل والصراعات الداخلية إلى القضايا الخارجية، ويحاول أن يقول بأن التهديد النووي الإيراني خطرا على وجود إسرائيل وبالتأكيد على الآخرين أن يجتمعوا نحو حكومة واحدة بغض النظر عن الاختلافات أو المشاكل أو الصراعات كما يحدث اليوم. لكن أنا أتوقع باتجاه اللي يمكن من خلال نتحدث عنه مثل ما تفضلت، التظاهرات التي حدثت تظاهرات ما يسمى بالربيع العربي واليوم تسمى بالخريف العربي، هي كانت تظاهرات مدفوعة الذمن فيما يتعلق بتفتيت المجتمعات العربية، فيما يتعلق بالقفز على قضايا الأثنيات أو القوميات، ومن ثم نتحدث عن تفكيك المجتمع العربي وفق رؤية إسرائيلية بعد اعتراف ترامب بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس وإعلان الدولة اليهودية. اليوم هنالك من يتحدث عن مشروع إسرائيل الكبير ومشروع أمريكا الكبير، هو البحث عن دولات دينية صغيرة وقائمة على جانب إثني أو عرقي، وبالتأكيد مسألة الحديث عن تأمين إسرائيل أو إعطاء الأمان هو يدخل في إطار الاستراتيجية الإسرائيلية. لكن ما حدث اليوم هو يدل بشكل حقيقي إلى أن العامل الداخلي هو الحاكم فيما يتعلق بالتأثير على كل العوامل الخارجية، لا سيما بحكومة نتنياهو التي تكررت وفق ملفاتها الخارجية على حساب الملفات الداخلية أو المشاكل الداخلية الذي يعاني منها المجتمع في الكيان الصهيوني. يعني كل هذه المستقيات التي تفضل بها دكتور خالد هي عبر وسائل الإعلام يتم رصدها وتحليلها. طيب دكتور حسام، وسط هذه التحليلات وما تناولته وسائل الإعلام بأن تل أبيب تنتفض، يقابلها وسائل الإعلام تتخادم مع ما تريده تل أبيب ولا تنشر هذه الأخبار وتحاول التهدئة، وسائل إعلام عربية نتحدث عنها، في هذه الجزئية كيف تنظر إلى الخطاب الإعلامي في ظل هكذا تفاوت؟ يعني الخطاب الإعلامي بغض النظر أن بعض وسائل الإعلام العربية تتبنى خطابا صهيونيا واضحا، هذا بالتأكيد نحن كفلسطينيين ربما ننزعج كثيرا بعض المفردات التي تمرر، حتى ربما نتأثر بها نحن، ربما حتى ضيفك الكريم أنا متأكد أنه لم يقصد وصف العمليات الاستشهادية بأنها عمليات انتحارية، ولكن ربما تكرار هذه المصطلحات في الإعلام العربي في بعض وسائل الإعلام العربي حتى تغير هذه المفاهيم. نحن كفلسطينيين ندرك أن هناك ساعد عربي قوي، ساعد فلسطيني قوي يحتضنه شعوب عربية قوية، نراهن على المواقف العربية الأصيلة، نراهن على وقف قطار التطبيع، شاهدناه في الدوحة في كأس العالم كيف من الممكن نبض الشعوب أن نقيصها في ذلك. لذلك نحن مطمئنين بشكل كبير بأن هذه الدولة ربما تمر بمرحلة تاريخية حتى نخبها، وقلت لك ربما لو راجع المشاهد العربي مقال إيهود براك ومقالات أخرى لكتاب صهاينة وصلوا إلى سدة الحكم في إسرائيل، هم يتحدثون عن 80 عام أنها أقدمت دولة تحتل على 83 مملكة داود التي انهارت، وهناك مملكة أخرى انهارت، ويتحدثوا عن أن الوهن الآن يصيب دولة الاحتلال، وربما التعويل على حالة الانقسام والشرذمة والفوضى الخلاقة والصراع المذهبي والطائفي، وتحاول إسرائيل أن تعززه انطلاقا من حالة الضعف في داخل دولة الاحتلال، وبذلك إضعاف الآخرين تشعر إسرائيل أنها الأقوى في المنطقة. وبذلك هذه رسالة منا كفلسطين إلى أمتنا العربية والإسلامية بأن يتجاوزوا خلافاتهم، أن ننطلق بمشروع نهضوي عربي حقيقي يواجه كل هذه التحديات، فدولة الاحتلال تتراجع حتى وإن ظهرت أنها
تمتلك فائض قوة كبير، لكنها على المستوى الوجودي هي تتراجع، هي تمتلك مقومات تفتيتها، تمتلك من الوهن الشيء الكثير من الضعف، المقاومة تزداد قوة وشراسة. المتتبع للحالة في الضفة المحتلة وفي القدس وفي 48 وفي قطاع غزة يدرك أن هناك حرص وقدرة وإرادة من الشعب الفلسطيني لتغيير هذا الواقع، وما ينتظر شعبنا الفلسطيني هو فقط دعم عربي شعبي حقيقي وضغط على النظم السياسية من أجل أن تتغير هذه النظم وتتحول لإسناد القضية الفلسطينية، وأن يتوقف قطار التطبيع. بالتأكيد عندما نرى دول مثل السودان، بلد اللاءات الثلاثة، أو المغرب رئيسة لجنة القدس تذهب إلى التطبيع، فهذا بالتأكيد مؤلم لنا كفلسطينيين. نحيي البرلمان العراقي الذي سن قانون منع التطبيع في أباء العراق، هذه مسألة يجب أن نشير لها لأنها تمنح الفلسطيني قوة وصلابة وإصرار على التحرر. طيب في دقيقة لو سمحت دكتور خالد، يعني تحدث عن ردات الفعل الإسرائيلية، بطبيعة الحال كانت لإسرائيل اليد الطولة في ما يحدث من مساس بالحشد، بمساس بدول المحور، وبالتالي إسرائيل اليوم اكتشفت بأنها ليست بمنأى عن العقوبة. يعني بالتأكيد كلنا نتذكر في زمن حكومة الدكتور عادل عبد المهدي خرج الإعلام وتحدث بأن المعسكرات الحشد التي طالتها طائرات مسيرة أو عمليات انفجارات هي كانت بفعل ضربات من قبل الكيان الصهيوني أو طائرات مسيرة من الكيان الصهيوني. هذه حقيقة أساسية مهمة جدا، محور المقاومة محور مهم جدا، العامل الأمني عامل تجده إسرائيل ليس فقط في إطار القضايا الأمنية، وإنما حتى في قضايا الزراعة وقضايا المياه، وبالتأكيد كل هذه المنعطفات أنا أتوقع سوف تشكل نقطة جوهرية مهمة جدا في التعاطي والتعامل معها، لا سيما مع كيان غاصب للأرض العربية. يعني تكميلا لما تحدث عنه الضيف الكريم، أنا ما قصدته بالعمليات الانتحارية هي وفق الرؤية الإسرائيلية. صحيح هنا نتحدث عن فلسطينيو الخط الأخضر، وبالتأكيد لأول مرة يكون هنالك حراك بعد أحداث الشيخ جراح، وكلنا يعرف هذه الأحداث وطبيعتها وتداعياتها. تكالب وما يتعلق بالجانب الإعلامي هو عنصر حاسم، ولكن أيضا في المقابل يجب أن نتحدث عن الجرائم والانتهاكات التي تقومها إسرائيل بعد العمليات التي تقوم في داخل تل أبيب، أو فيما يتعلق بصواريخ المقاومة التي كانت أيضا أعطت أو غيرت من المعادلة في التعاطي والتعامل معها. هذه حقيقة أساسية أيضا ينبغي أن تعرف، لولا المقاومة لما وصلنا إلى معادلات الحديث عن السلام أو الاستقرار، أو حتى إلى المطالبة بحدود 1967 مقام 67 أو قرار تنفيذ قرار 242. لكن مثل ما قلت، مسار التطبيع هو حكومي وليس شعبي، لأن التطبيع في مصر على سبيل المثال هو حكومي وليس شعبي، وفي البحرين أو الإمارات أو حتى في السودان أو المغرب هو ليس هو تطبيعا حكوميا وليس شعبيا، وهذه نقطة أساسية لأن الشعوب العربية رافضة لمسارات التطبيع التي أجرتها حكومات تلك البلدان مع الكيان الصهيوني. أشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد عبد الله، عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، أثريت الحوار، وشكر كثير لحضرتك الدكتور حسام الدجني أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة. ضيوف الكرام شكرا جزيلا لكم مرة أخرى، وشكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.